أتقدم إليكم جميعا بأطيب وأزكى التهاني والتبريكات، نرفعها لكل الموالين والمنتظرين بمناسبة إطلال نور مهدي الأمم، معز المؤمنين ومذل الكافرين، وناشر راية العدل، وصاحب الهدى، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والدابين عنه والمستشهدين بين يديه بإذن الله، راجين المولى العلي القدير أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. خير بداية لمولد مبارك، ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم أرض من الله، في القرآن أنزله، كفى من لم يصل عليكم لا صلاة له. صلوات. ثانية غفر الله لكم بأعلى الأصوات. هذه الصلوات لا تليق بمولد الإمام صاحب العصر والزمان، يجب أن تكون من أعماق القلب. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الله عظم قدر جاك محمد، الله عظم قدر جاك محمد، وأتاه فضلا من لدنه عظيما، وأتاه فضلا من لدنه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. ها قد أطل شعبان، ها قد أطل بشمسه شعبان، شهر به تبدد الأحزان،
رباه فارزق كل أحبتي ما يأملون فبدأبك الإحسان بمحمد والآل دام عليهم ذكر الصلاة ذكر الصلاة ما دامت الأزمان. صلوات. يوم 15 شعبان مولد قائم العطر مولد صاحب الثرات كل الشيعة تنتظره. يوم 15 شعبان قائم العترة مولد قائم العترة مولد صاحب الثرات كل الشيعة تنتظره فارح سيد أبو السجاد ثار الطاهرة الزهراء فرحة مولد ثاراته فرحة المولد ثاراته صلوا عليه وآله بأعلى الأصوات. صلوات. هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر صاحب الزمان صاحب الزمان هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر صاحب الزمان صاحب الزمان هلا جميعا هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر صاحب الزمان صاحب الزمان والطيب فاح وانتثر والطيب فاح وانتثر لما الهدى بان لما الهدى بان هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر هلا هلال المنتظر صاحب الزمان صاحب الزمان صاحب الزمان صاحب الزمان قم وانثور الأزهار يا صاحب الأنوار كي نجعل الأفراح تزهو في كل دار تزهو في كل دار هلا هلال المنتظر هلا هلال جميعا هلا هلال من صاحب الزمان هلا هلال المنتظر للمنتظر هلا هلال المنتظر والطيب فاح وانتثر لما الهدى بان لما الهدى بان
أزهرت روابينا لما بدا مهدينا، أزهرت روابينا لما بدا مهدينا، فحقك أمنينا بالنصر والظفار، فحقك أمنينا بالنصر والظفار. هلا هلال المنتظر صاحب الزمان. هلا هلال صاحب الزمان. يا ابن النبي المصطفى، يا ابن الحسين، يا ابن زمزم والصفا والقبلتين، يا ابن زمزم والصفا والقبلتين. هلا هلال المنتظر صاحب الزمان، من هلا هلال صاحب الزمان. هذا يعني الصوت ما يرضى الإمام. هلا هلال المنتظر، هلا هلال المنتظر صاحب الزمان. هلا هلال صاحب الزمان. هلا هلال. ما شاء الله الشباب، احسنت. زمان عجل يا ابن الأطهار، نادي للثار والثاري، عجل يا ابن الأطهار، نادي للثار والثاري، بجدك المختار والبيت والحجار. عجل يا ابن الأطهار يا ابن الأطهار، نادي للثار جدك المختار والبيت والحجار. هلا هلال المنتظر هلا صاحب الزمان. هو المهدي من به يمحي الظلام، وهو الإمام المرتجى بالسلامة، وهو الإمام المرتجى بالسلامة. هلا هلال المنتظر صاحب الزمان. هلا صاحب الزمان. قم نادي للجهاد كي ندحر الأعادي، وينادي المنادي هذا المهدي ظهر. هلا هلال المنتظر صاحب الزمان. صلوا على محمد وآل محمد. أنا بعرف الإخوان الخليجيين والإخوان السعوديين والبحرينيين يعني طبيعة بيشاركوا بالمواليد، وطبعا الإخوان الباقيين إخوتنا وأخواتنا، ولكن يعني بحسب ما بشوف أنا بالبحرين والخليج بيكون في مشاركة وزقفة وكذا، خصوصا في هذا المولد المبارك. فبتمنى على الجميع، جميع الحاضرين، أنه يشاركون هذه الفرحة، فرحة محمد وآل محمد، قائم آل محمد. الشباب اللي ورا
ما شاء الله متحمسين، فنتمنى أن لا يتعبوا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثانية بأعلى أصواتكم. يا نفعة قدس يا مهدي، يا نفعة قدس يا مهدي، يا قبس النور من الكوثر، باسمك قلبي ينبض عشقا لفراقك دمعي يتحدر. يا نفعة قدس يا مهدي جميعا، يا نفعة قدس يا مهدي، يا قبس النور من الكوثر، باسمك قلبي ينبض عشقا لفراقك دمعي يتحدر. بحروف أربع أترنم، ميم هاء دال ياء، قلبي بالحب غدا ينعم. مهدي يا حلم الأكبار، يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي، عجل عجل ظهورك، عجل عجل ظهورك. يا نفعة قدس يا مهدي، يا قبس النور من الكوثر، باسمك قلبي ينبض عشقا لفراقك دمعي يتحدر. يا غائب الله، يا غائب عن عين البشر، بستار الأنوار تستر. يا نور الخالق في الأرض، ندعو بالعجل متى تحضر. يا منقذ قد حان الوعد، وزمان الغدر يتكرر. يا مهدي نهتف أدركنا، قد حان الوعد لكي تثأر. بدعاء الندبة والعهد، بدعاء الندبة والعهد، في يوم الجمعة نتحسر. تقترب الشمس لغروب، وإمامي شمسه لا تظهر. بدعاء الندبة والعهد، في يوم الجمعة نتحسر. نقترب الشمس للغروب، وإمامي شمسه لا تظهر. يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي، الروح تهفو لقياك، يا كوكب دري أزهر. في صبح الجمعة تنتظر، من يمناك عطايا تنشر. يا مهدي 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 يا مهدي. تحفظ هذه الأبيات، نادي يا علي نادي يا علي، شعبانكم مبارك. نادي يا علي نادي يا علي، شعبانكم مبارك. نادي يا علي نادي يا علي، شعبانكم مبارك جميعا. نادي يا علي سهلة هاي، يا علي شعبانكم مبارك. نادي يا علي نادي يا جميع، شعبانكم مبارك. صوتك وين؟ نادي يا علي نادي يا علي، شبابكم مبارك. نادي يا علي شعبانكم مبارك. شعبان يا عظيم، يا بسمة الشهور، فيك الضياء مقيم، بالحب والسرور. كرمت يا كريم بالحب والسرور، فارتدي الحلي فارتدي الحلي، أظهر لنا نهارك. نادي يا علي نادي يا علي، شعبانكم مبارك. نادي يا علي شعبانكم مبارك. نادي يا علي شعبانكم مبارك جميعا. نادي يا علي لا تتعب، ما شاء الله ما شاء الله. نادي يا علي شعبانكم مبارك، الشعبان إذ تجلى
سيرسم الوجود والعرش قد تدلى يغازل الورود والحب صار أحلى غنى لنا القصيدة قم وهللي قم وهللي خلي لنا شعارك نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم مبارك نادي يا الله ما شاء الله شعبانكم مبارك هيك شجعتوني ارجع مرة تاني ما شاء الله نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم مبارك نادي شعبانكم مبارك شعبانكم مبارك بنغمة الهلاهيل تراقصت الجنان بضحكة المحافل تذهب المكان بمولد الأوائل قد أشرق المكان صرت موئلي صرت موئلي واشتني ثمارك نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم نادي يا علي ما شاء الله شعبانكم مبارك نادي يا علي شعبانكم مبارك في ثالث الليالي حيث البهاء الألوان نور من الجلال أم أنه اللجينة أجابت المعاني تنزل الحسين تنزل الحسين مولد جلي مولد جلي أم أنزلت تبارك نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم نادي يا علي 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 صوتك وين الشباب الشباب نادي يا علي شعبانكم ما شاء الله نادي يا علي نادي شعبانكم مبارك وسورة العقيلة تنزلت برابع ثقيبا البتولة وفارس الشرائع قد كان في الفضيلة مثل السماء سابع خير كافلي خير كافلي فلتسقنا بحارك نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم مبارك نادي يا ما شاء الله ما شاء الله مبارك نادي يا علي نادي يا علي نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم مبارك وخامس السعادة في الليلة الشريفة سجاد والعبادة صارت له حليفة قد كان في الولادة ويقرأ الصحيفة ويقرأ الصحيفة سر ورتلي سر ورتلي أعد بنا مدارك نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم
كمان يا علي إلك إلك كمانكم نادي يا علي نادي يا شعبانكم مبارك در الغناء أكثر والليلة زادت سهرة من بعد حل أكبر فضى على المسارة من النجوم أزهار وللرسول دارة مثل المرسل مثل المرسل تدين بنهارك نادي يا علي نادي لا تتعب شعبانكم مبارك نادي شعبانكم نادي يا علي نادي يا شعب والنصف من كداني أسعدت في مسائك صلي فما المعاني نادى من الأرائك يا صاحب الزمان واصطفت الملائك قلت العجل قلت العجل اهدينا بمنارك نادي يا علي شعبانكم مبارك قلت العجل قلت العجل وارحم بنا انتظارك نادي يا علي نادي شعبانكم مبارك دنا بنو علي فشعت العقيدة يا رب بالنبي تمم علي عيدة حي القلوب حي بطلعة رشيدة ذاك مأملي ذاك مأملي خذ حلمنا جوارك نادي يا علي نادي يا علي شعبانكم نادي يا علي نادي شعبانكم صلوا على محمد وآل محمد ثانية غفر الله لكم لولا غيبتك يا المهدي لا ما شفنا الظلم بالدنيا لولا حانت طلعتك يا المهدي لولا بقى وقتا قريب على البرية صلوات جوابك هذا يكون مهدي يا أفضل ذكر مهدي يا أفضل ذكر مهدي يلا هذا جوابك مهدي يا أفضل ذكر يا أنفع عطر يا أنور بدر بك نفتخر تخفيك الحجب مالك هالقلوب شيال الكرب دلينا الدرب دلينا الدرب يا أجمل قدر يا أجمل قدر يا عدل الصور نادر بالبشر نادر بالبشر وأقوالك درر وأقوالك درر مهدين هلل إلك
بس نتوسلك من نتأملك يمتى نقابلك. مهدي 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 مهدي. هالظاهر انتوا بكم لطمية، برحم لكم لطمية انا. يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله أدركنا أدركنا لبيك لبيك. هلا صار فيه تحبوا عاشورة. يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله أدركنا أدركنا لبيك 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 لبيك. يا حجة الله يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. يا حجة الله يا حجة الله شكوانا إليك، لبيك لبيك. جرى علينا الزمان يا مولاي، جرى علينا الزمان يا مولاي، نصرخ يا ابن الحسن يا مولاي، نصرخ يا ابن الحسن يا مولاي. بقية الله شكوانا إليك، بقية الله شكوانا إليك. أدركنا لبيك لبيك، أدرك. نختم بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. في صلاة، لأنه مع أني محضر قصائد كثيرة والله، بس ولكن الوقت لن يسعنا. تنعاد عليكم جميعا بالصحة والعافية، وأطال الله أعماركم، وإن شاء الله نكون من الموالين والناصرين لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه الشريف. نتوجه جميعا لزيارة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.